مسألة رقم 5، تقول إيه بقى مسألة رقم 5؟ برضه طيبة وامتحانات زي إخواتها، لحد دلوقتي ما شفتش مسألة كده قللت الأدب هنا، كله تمام والحمد لله. عندك تانك، في انلت، وفي اوتلت، وفي حنفية أو ماسورة بتنزل فيه من فوق من الفتحة بتاعته اللي من فوق دي، تمام؟ ودي ارتفاع اتش، اتش ده دي قيمة، وقال اتش بس، وقال إن الدايمتر ده دي سمول، وقال إن أنت عندك هنا أدي الإنلت وأدي الأوتلت، ثم ده واحد ده اتنين ده تلاتة. اتنين فقال لك دي 1 بكام 5 سنتيمتر، دي 2 بكام جيفنز يعني 7 سنتيمتر. طيب 3 اداك الدايمتر، لا اداني كيو مباشرة اللي هي بتنزل الكيو 3، قال لك 0.01 كيوبيك متر بير سكند. طب متشكرين والله كتر خيرك، انا ما بحبش نقعد نحسب الكيو كده. قال لك الدي 1 بتساوي بقية الجبن بقى بتاعتك، دي 1 بتساوي 3 متر بير سكند، كيو 3 خلاص كتبناها مش لازم نكتبها تاني، اتش از كونستنت، مهمة دي اتش كونستنت. يعني ايه حضرتك؟ يعني واحنا قبل ما نحل المسألة كده عارفين ان دي اوفر دي تي للناس اللي في الكون. لو انا اخترت طبيعي ان انا اختار ده كنترول فوليوم، الماس بتاعته ما بتتغيرش مع التايم، اللي داخل على قد اللي خارج بالظبط، تمام كويس أوي. يعني دي من الآخر كده دي أوفر دي تي الام سي في تساوي زيرو زي الفل. إيه المطلوب حضرتك؟ requirement B2. حل إيه الحل بقى؟ continuity equation بتاعتك، حط كنترول فوليوم بتاعك، ادي يا سيدي كنترول عينينا، ادي الكنترول فوليوم بتاعي اهو، لو خدت شوية الهواء اللي فوق دول مش مؤثرين اوي يعني، تمام؟ ممكن اخدها من هنا بالماء المقلي ان الاتش ما تتغيرش. حلو كويس اهو عشان محدش يعترض. طيب محدش يسأل، ادي الكنترول فوليوم بتاعي اهو، في انلت هنا، في انلت هنا، وفي اوتلت هنا. يبقى انا عندي المفروض m dot m dot 1 زائد m dot 3 equals m dot 2 لأن دول الـ inlets وده الـ outlet، تمام. لا تقول انت عايز مين، عايز V2؟ حلو جدا يا جماعة. water دي ولا مش water؟ fluid liquid liquid fluid already، يعني اقدر ان انا assume ان الفلو بتاعي الفلو بتاعي هو في كل حته incompressible. طيب زي الفل، طالما incompressible ايه اقسم على الرو، ديفايد باي رو يا سيدي، هيبقى عندك ايه Q1 plus Q3 equals Q sorry Q2 اللي هي V في الـ A، بما ان ما عنديش profiles هنا فكلها average velocity. طيب average velocity عند 1 معايا of a V1 حضرتك مضروبة باي over 4 D1 سكوير، الترم ده بالكامل معايا، بلس Q3 بالكامل معايا، الله ليه الحلاوة دي، بتساوي Q2 اللي هي V2 اللي أنا عايز أحسبها مضروبة في A2 اللي أنا أقدر أحسبها بمنتهى البساطة باي over 4 D2 سكوير. عوض هنا طلع رقم، عوض هنا رقم جاهز، عوض هنا جبت الاريا هنا، اقسم الطرف ده على y over 4 d2 square، يبقى v2 حضرتك هتطلع معاك بكام؟ 4.13 متر بير سكند. شايف المسائل الحلوة على طول تتحل كده، ما تتعبش. اهلا وسهلا، حلوة دي برضه، مش بقول لكم شيء لذيذ؟
يشيل بقى أغلبية من المسائل بتاعته على فكرة من فرانك وايت. إيه؟ هتلاحظوا الكلام ده. بتقول إيه بقى التغيير اللي هنشوف دلوقتي في المسألة رقم 6؟ مسألة 6 عمل لك تغيير صغير عشان تتدرب عليه، عشان تاخد عليه يعني. قال لك ده كنترول فوليوم بتاع ناس في هوا ماشي تقريبا والله اعلم. اوكي، عند كنترول فوليوم ده عند ابويا اداني يونيفورم ديستريبيوشن فيلوسيتي عند الانلت اللي داخل كنترول فوليوم ده، تمام. قال لك الفيلوسيتي ثابته بيو نود، وقال لك هنا ادي يا سيدي اكس واي، هنا y equal 0، هنا y equal delta، يعني المسافة دي بدلتا، تمام. جه بقى هنا قال لك لا حضرتك مش يونيفورم، أدربك بقى تتعامل مع الإيه؟ مع البروفايلز اللي هي مش ثابتة. قال لك هنا حاجة second order كده من امتحانات. طب أهلا وسهلا، مش هنخاف يا سيدي، يا سلام. بس اديني بس، قال لك اه الفلوستي عند y equal delta هنا هتبقى u نود برضه، يعني بادية من الزيرو وبتزيد بفانكشن لحد y نود. تقلق؟ لا ما تقلقش، تعال نشوف بقية الايه الجيفنز. هو من ذات نفسه قال لك اعتبر ان ده incompressible flow، تمام زي الفل. يعني الرو مش داخله معايا في الماء، مش هدخلها معايا كمشاكل، يعني اقدر اقسم على الرو واطلعها بره التكامل والكلام ده كله زي الفل. الفي بس هي اللي بتتغير مع الاريا هنا، وقال لك ان لو ويدث بي ويدث يعني المستطيل ده ليه عمق كمتوازي مستطيلات، يعني عشان يبقى فوليوم ويدث بي انسايد اوورد paper أو the board whatever اللي انت بتحل عليه. وكمان قال لك هسيبك كده من غير function، يا صح برضه هتحل ازاي؟ قال لك ال function دي السرعة ك function في ال y بتساوي u نود مضروبة في، عشان نخوفك بقى، واضح انها مش second order third order كمان. profile 3 eta minus eta power 3 over 2 لحقيقة ايه؟ احنا هنهرج يا سيدي صبرك. قالك الايه ده بتساوي واي على دلتا. اذا كان كده معلش ما نقلقش، اهو اداني برضو الفلوستي كفانكشن في الواي، كلكعها شوية وراح حاطط لك ايتا وقالك الايتا بتساوي مش عارف ايه. المهم في الاخر هتعوض وتقدر توصل لصورة ايه، يو بتساوي واي باور كذا مضروبة في كذا، حاجة فانكشن في الواي بمعنى اصلا بسيطة مفيش مشاكل. الشانل اللي قدامي دي او الكنترول فوليوم المقطع بتاع ايه مستطيل، هو اللي اه هو اللي قال كده مقطعها، مش بيقول لك الدبس ليها دبس بي لجوه، ما قالكش انها سلندر. فالمقطع ده لو انت بصيت من الناحيه دي هتشوف مستطيل كده اهو، الارتفاع بتاعه دلتا والعمق بتاعه بي، تمام. فاكر بقى في المحاضره اللي فاتت لما قلنا ان الشكل اللي زي ده لما اجي اتعامل معاه بجيب له differential area ازاي؟ دي ال differential area بتاعته، والاتجاه ده ايه؟ y، يبقى دي ايه؟ دي جزء من ال y، اه دي y، يبقى ال dA بتاعتك بتساوي b ال width ده اللي هو المستطيل ده، ابعاده ايه؟ b مضروبه ب dy، b dy زي الفل، حلو قوي. تعالى نحل بقى. اول خطوه تعملها في الحل ايه؟ هو اوريدي حدد لك الكنترول فوليوم، فاضل حاجه واحده نسينا نحطها على الرسمه. قال لك اذا كان ده الدخول وده الخروج، في كمان ايه؟ في كمان كيو بتخرج من الناحيه دي يا فندم. انا عايزك بقى تحسب لي الكيو دي، يعني نحسبها لك بسيطه، الكونتينيوتي تخدمك ازاي؟ هل هو قال لك ان في اكيوميليشن بيحصل جوه؟ جاب سيرته خالص خالص، ما جابش سيرته. إذا أسيوم إن الـ D over الـ T للـ Control Volume بيزيد، وإلا المسألة مش هتتحل معايا. أنا عندي ده unknown
وعندي بروفايل هنا واخد بالك عشان احسب الكيو ازاي بقى هحسبه وانا معرفش ايه التغير اللي بيحصل جوه ده. هيبقى ده unknown ذات نفسه، ده ذات نفسه هيبقى unknown وكل كي عارف الحاجة. هو ما جابش سيرته وممكن يكون قال في المسألة انا ما قريتش، ممكن يكون قال انها steady state او ما فيش accumulation بيحصل. تمام. طيب أغلبية المسائل مش بتلاقي فيها accumulation إلا لو أنت لقيت في الفيزيكس بتاعة المسألة واضح كده وضوح العيان إن بيحصل مثلا زيادة أو نقص للماس اللي جوه كنترول فوليوم، يا إما بقى زي التانك اللي إحنا شفناه في المسألة رقم 4 تقريبا ولا 5 اللي هو المقطع الكروس سكشن بتاعه مثلث ده وبيزيد ليه انلت واحد ومالوش أوتلت فطبيعي إن هو هيزيد. مسألة تانية هنشوفها التانك متعبي مية وليه أوتلت واحد فطبيعي إن هو هيقل، ملهاش حل تاني، أو هو يقول لك، أوكي؟ طيب نحل بقى المسألة، نيجي بقى نقول إيه؟ هنقول إن نبسط الصورة دي الأول، معلش عشان بس إيه الناس تبقى مرتاحة كده أهو، بسطتها، عوضت يعني شلت الإيه ده وحطيت واي أوفر دلتا فطلعت معايا 3 أوفر 2 يو نود أوفر دلتا واي ماينس يو نود over 2 delta cube y cube. عشت u نود ودلتا المفروض ايه constants، ال u function في ال y حاجة زي الفل. apply the continuity equation. هقول بقى يا استاذ لو انا سميت ده in وده out وده هسيبه q زي ما هو، اوكي، يبقى m دوت n زائد او هتساوي تساوي اللي داخل هيساوي المجموع اللي خارج. يبقى لو انا سميت اللي خارج من هنا كماس فلوريد m دوت زائد اللي خارج من هنا هسميه m دوت o. متابعين معايا؟ طيب كويس، اقسم على الرو، الرو مش مؤثرة معايا في حاجة، قسمنا الرو طلع معايا ايه كيو ان اللي هي كيو هنا او الفوليومتريك فلو ريت هنا هتساوي كيو اللي هو مدياني دي زائد كيو عند الاوتلت. تمام كويس جدا. انت عايز تحسب ده، يبقى الكيو دي هي عبارة عن كيو ان ناقص الكيو اوت، يعني كيو دي ناقص الكيو دي. تعال تحول بقى عوض، يبقى Q اللي انت عايز تحسبها يا فندم بتساوي Qn ايه؟ نظامها ايه؟ cross sectional velocity عليه uniform، يعني اقدر اضرب ال velocity في ال cross sectional area على طول، يبقى كده Q اتحسبت. ال velocity عندي بكام؟ U node cross sectional area مستطيلة، مستطيلة ابعادها ايه؟ B في دلتا، حلو جدا، B في دلتا زي الفل، ده الترم ده خلاص Qi. ماينس كيو اوت اللي هي ايه فيها الزيتا شويه، الزيتا في ايه ان بس في تكامل، يعني هقول تكامل يو دي ايه على الاري اوت. طيب احنا لسه مفصصينها دلوقتي، جبنا اليو كفانكشن في الواي وجبنا الدي اريا كحاجه مضروبه في دي واي. تمام هتساوي الترم ده يو نود او بلاش خلينا نمسح حاجة عشان الكتابة تبقى باينة، نمسح اللي فوق دول، هقول ايه؟ هقول طيب يا جماعة هناخد على جنب كده التكامل اليو دي اي على الاي اوت هيساوي اليو كفانكشن في الواي اهي هات دي هاتها هنا وخليها كده اهو تكامل. التكامل ده هيبقى من فين لفين يا فندم؟ من زيرو لدلتا، ما دام هكمل على الواي من زيرو لدلتا 3 over 2 u نود over delta y minus u نود over 2 delta power 3 y power 3 دي اليو، حطها بين قوسين امسح دي بقى خلاص مش عايزها، مضروبة في الدي اي، الدي اي اللي هو ايه b دي واي كل قوي. دول constants، دول constants، ده constant مضروب فيه. التكامل ده بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط جدا، تكامل ال y y square over 2
كم y بار 3 y بار 4 over 4. بسيطه اتحلت. طلع اليو نود اصلا بره وطلع البي بره، يعني هيبقى عندك اليو نود والبي والتكامل عندك جوه بقى. يبقى عندك 3 over 2 وطلع 2 كمان بره، بسيطه حلو قوي. طلعنا 2 بره، وعندك 3 over دلتا، 3 over دلتا، شيل بقى التكامل لان انا هحط نتيجه التكامل على طول، افتح قوس بس. 3 over دلتا y square over دلتا سوري over 2 minus، طلعنا u بره، طلعنا 2 بره، فبقى عندك دلتا power 3 يبقى 1 over دلتا power 3 y bar 4 over 4، وهتعوض لي يا سيدي كان من 0 لدلتا، فدي هتبقى دلتا سكوير over دلتا 3 over 2 دلتا minus دلتا باور 4 اوفر دلتا باور 3 يبقى 1 اوفر 4 دلتا. هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك اليو نود بي اوفر 2، احسب بقى 3 على 2 ناقص 1 على 4 دلتا. تمام، ده مين؟ ده مش الحل، ده التكامل، تيجي تعوض عنه هنا بقى. تعوض عنه هنا تقول ايه؟ تقول y نود b over 2 بحسب 3 على 2 minus 1 over 4 دلتا، وطلع الناتج بتاعها كده. انت حليت المسألة وكله تمام. تمام يا شباب، عشان هي مش باينة هنا في الحل، مش محتاج بقى اروح اجيب الكالكوليتر ولا احسبها غلط من دماغي دلوقتي، لان انا عارف ان انا دماغي يعني مستوية خالص. نكمل المسألة اللي بعدها، المهم تكون الفكرة ايه اتفهمت الحمد لله كويس. نروح لمسألة 7، نشوف مسألة 7 بتقول ايه. ايه الفكرة بقى اللي في مسألة 7؟ برضو بسيطة مش معقدة. يا مسألة نفس الكلام برضو، عندك 2 واحد ended uniform profile أو constant profile، وعندك ال outlet أو ال section التاني اللي عند الخروج واخد حاجة زي ما يكون elliptic profile كده اهو. طيب وقالك هنا z equal 0، ان z equal z node. ماشي يا سيدي وماله، حقك. يو نود هي القيمة بتاعة السرعة عند الدخول، وقال لك برضو assume ان ال بي هي ال ويد، يعني في ويدس جوه، يعني ده ريكتانجلر برضو، ريكتانجلر برضو ريكتانجلر برضو يا سيدي. خير حلو يا سيدي، مش وحش. جيفنز بقى اليو نود اللي هو مديهالنا في دي، مديهالك على الرسمة، تساوي 8 سنتيمتر بير سكند زي الفل. وعند داون ستريم اليو بتساوي A مضروبة في سوري A Z مضروبة في Z نود ماينس Z. تمام، قال لك ال A دي كونستنت. ماشي يا سيدي، قال لك F Z node تساوي 4 سنتيمتر، وداك بقى بقية البروبرتيز ميو بتساوي 4.5 للفلويد ذات نفسه اللي ماشي 10 باور ماينس 4 متر سكوير بير سكند، وداك الرو 900 كيلو جرام كيوبيك متر. ايه ال requirement يا استاذ؟ ال requirement U maximum عند الداون ستريم او عند الاوتلت بالسنتيمتر بير سكند. ماشي،
برضه مش صعبة. واضح بالنسبة لحضرتك هنا فين النقطة اللي عندها U maximum according للشكل؟ في سيمترية عند Z node over 2، هو عايز رقم، ماشي؟ طيب علشان هو عايز رقم يبقى انت محتاج تحسب مين؟ لو انت هتعوض هنا بقى محتاج تحسب الـ A اللي هو قالك ان الـ A دي constant، يعني الـ variable اللي عندك هنا محتاج تحسبه. وجيت تقول، ما هتيجي تقول الآتي، بص هتقول ان U maximum according to الجيومتري اللي قدامك ده، مش محتاج بقى تقول ال du over dy، النقطة اللي du over dy عندها بتساوي 0، لا مش من او du sorry over dz، النقطة اللي عندها du over dz بتساوي 0، لا لا مش هي دي، مش لازم يعني، مش لازم صدقني، دي الطريقة الصح بس مش لازم هنا. واضح ان في سيمترية في الشكل، فيو ماكسيمم هتبقى ايه؟ هتبقى عند z equal z node over 2، تمام؟ وبالتالي تساوي a z node over 2 z node minus z node over 2. z node معايا؟ معايا. يبقى الوحيد اللي مش معايا مين؟ ال a. هحسبه ازاي؟ ايه اللي في ايدك؟ continuity. طبق كونتينيوتي على انهي، على انهي كنترول فوليوم؟ ما عندناش من كنترول فوليوم، هو كنترول فوليوم ده اللي عندي الانلت والاوتلت بتاعه، بسيطه جدا. بيحصل اكيوميليشن؟ لا حضرتك شكل ماسوره وما جابش سيره الاكيوميليشن، مش ناقصه تعقيد. اقول لك خلاص يبقى الام دوت ان يساوي الام دوت اوت. ذكر اي حاجه عن تغير البروبرتيز يعني الدنسيتي بتتغير؟ لا. يبقى assume incompressible flow، يعني نقدر أقول إن Qn هتساوي الـ Qout، لأن الـ rho مش بتتغير ما بين inlet و outlet، ماشي معاك. يبقى ساعتها إذا كان الـ inlet uniform بقدر أقول U node مضروبة في الـ area عند الـ inlet اللي هي هتبقى Z node times B، برضو rectangular، Z node times B هتساوي تكامل الـ V اللي هو الـ function اللي معاك، هاي الفانكشن اهي، تكامل من 0 ل z نود لمين؟ a z minus sorry z مضروبة في z minus z نود minus z. طب وال differential area حضرتك إذا كنت تتكامل b dz زي المسألة اللي فاتت b dz أهو، إذا كان ده cross section area بتاعه، دي المسافة B اللي أنا شايفها من هنا B، وده اللي ارتفاع Z نود، تمام؟ دي الديفرنشال، السرعة بتتغير في الاتجاه ده حضرتك، أهو هنا، بص هنا، السرعة بتتغير في الاتجاه ده، مش بتتغير في الاتجاه ده ولا ده، تمام؟ يبقى السرعة بتتغير في الاتجاه ده، يبقى دي DZ differential element بتاعي، الـ width بتاع DZ، العرض بتاعه أو الطول بتاعه سوري B. ده المسألة اللي كانت بالظبط، هتعمل التكامل بتاعك ده، المتغير بتاعك هو Z، الـ A تطلع بره، تكامل Z، Z نوت، ماينس Z سكوير، طلع الـ B بره برضه، دي Z حضرتك، تمام؟ الـ A هتطلع من التكامل ده بكام؟ لأن الـ B هتطير من الناحية دي وهتطير من الناحية دي. هتعوض بقيمة الـ U node والـ Z node، الـ A هتطلع معاك بتلاتة، تمام؟ تروح للإيكويشن بقى الطيبة دي وتعوض عن الـ A بتلاتة وعن Z node بكام؟ بأربعة، هيطلع لك الـ U بالسنتيمتر بير سكند، تمام يا شباب؟ تمام، بسيطة جدا، يعني حاسس إنها تقريبا تكرار لنفس المسألة اللي فاتت بس بشكل مختلف شوية. يعني بدل ما يديك نص او البروفايل يبقى مش من فوق لتحت او يبقى مش كونفايند كده، هو اداهولك كونفايند، يعني زي الماسوره، زي الفلو بتاع الماسوره كده. anyway similar الى حد كبير. المساله دي لطيفه، مساله 8، هي لطيفه فيها فكره جديده، ايه هتشوف دلوقتي. تانك برضو ليه
فتحات. بشكل تمام. ايه قال لك الحته دي او السكشن ده بتاع الجازولين، السكشن ده بتاع البي واتر، السكشن ده هوا. تمام حلو. وسمى او سمينا ده واحد، وهو قال لك ان الواتر بتدخل وان الجازولين بيفاضي. اتنين، ورقم ثلاثة مش عارفين ان كان بيفضي ولا بيملى، يعني اذا كان اير بيدخل ولا بيخرج ما قالكش. نجي قالك فرضية ثانية كمان لطيفة، قالك if all fluids are approximately incompressible. تمام، يعني الاير مش هتوقع ان ايه، ان هو هيكمبرس، هتعامله زيه زي الواتر، زيه زي الجازولين، ان هو الرو بتاعته ثابته. طيب جميل، ايه الجيفنز بقى؟ بقيه الجيفنز الثانيه برضه اداني ويت فلو ريت، اداني W دوت ووتر. خلاص بقى مش هنبدأ منها، اتعاملنا معاها في المسألة التانية. 75 نيوتن بير كام بير سكند. طب كويس جدا. وال W دوت بتاعة الجازولين تساوي 60 نيوتن بير سكند. جميل، يعني مديني ال M دوت بتاعة كل واحدة فيهم. وإيه كمان؟ الـ air عند 20 سلسيوس، الـ air 20 سلسيوس، 1 atmospheric، عشان تقدر تحسب الـ rho بتاعته. الجازولين مديني الـ rho، أو مديني الـ specific gravity، specific gravity بتاعته بتساوي، عشان الـ water أنت already عارف كل حاجة، 0.68، زي الفل، كويس جدا. ايه الريكويرمنتس بقى؟ احسب لي الويت فلو ريت بتاع الاير والديركشن بتاعه داخل ولا خارج. يبقى الريكويرمنت ال W دوت بتاعت الاير والديركشن فين الكنترول فوليوم بتاعنا؟ تفكر فيها واحدة واحدة قبل ما تتطور وتعمل أي حاجة. أدي الكنترول فوليوم بتاعك، ده اللي إحنا بندرسه، ده اللي ليه مداخل ومخارج. جميل، جميل يا فندم. طيب الكنترول فوليوم ده في إير وفي جازولين وفي مية، هل الكنترول فوليوم اللي أنت حددته ده متوقع إن الفوليوم بتاعه يتغير؟ يعني هل التانك ده ممكن يزيد يقل؟ بمعنى أصح، هل الفوليوم بتاع التانك ممكن يتغير؟ فكر باللوجيكال واحدة واحدة، لوجيك خالص. هل الفوليوم اللي انت حددته ده، مش الماتر بقى، مش بتكلم عن الماتر ذات نفسها، سوري، الفوليوم ممكن يتغير؟ أصل الاير والجازولين والواتر مالينه مالينه، مش مثلا الوتر الليفل بتاعها بيزيد جواه، لا، الاير والجازولين والوتر مالينه، واحنا بنكونسيدر الاير هنا، عيني عينك. جميل، ده معناه، يعني اقدر اقول كده بينا وبين بعض، ان الفوليوم ده مش هيتغير مع الطريق. الفوليوم ده الاير قل زاد، الجازولين قل زاد، الوتر قلت زادت، في واحدة تانية هتحل محلها. يعني لو الوتر خرج، لو الجازوين خرج، الوتر أو الإير هيحل محلها. وأقدر أقول إن الـ D over the T بتاع فوليوم التانك ده مثلا يا سيدي، خليني أقول التانك عشان ما أظبطكش، يساوي زيرو، والتانك مليان. طب التانك ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فوليوم الإير، وفوليوم الجازولين، وفوليوم الوتر، مجموع التلاتة مع بعض. يعني أقدر أقول إن D over the T لمين؟ في اير، اير اللي جوه، اللي في الكنترول فوليوم، اللي جوه التانك، زائد في بتاعة الواتر، زائد في بتاعة الجازولين.
تساوي زيرو. يعني من الآخر كده أهو، أنا مش بقول معدل التغير بتاع كل واحدة فيهم بيساوي زيرو، لكن مجموع معدل التغير مع التايم بتاع كل فوليوم فيهم مجموعه بيساوي زيرو، لأن اللي هيقل في واحد بيزيد قصاده، واللي بيزيد في واحد بيقل قصاده. تمام؟ وأقدر أقول إن دي في، خليك جدع بقى، دي في اير اوفر دي تي زائد دي في ووتر اوفر دي تي زائد دي في جازولين اوفر دي تي بيساوي زيرو يا فندم، المجموع بتاعهم بيساوي زيرو. تمام. طيب هو ايه اللي بيعمل تغير للاير ولا الووتر ولا الجازولين؟ تعال نمسك ترم ترم. الماس بتاع الواتر اللي جوه الكنترول فوليوم، ايه اللي بيغيرها؟ ان الواتر بتدخل او تخرج. هنا قال لك ان الواتر بتزيد، يبقى الترم بتاع الواتر معروف، معروف ايه السورس بتاع التغير بتاعه؟ الزياده accumulation. وبالتالي دي في واتر اوفر دي تي المفروض تساوي ايه؟ ام دوت واتر اللي هي زياده بوستل. طيب جميل، ام دوت واتر ان. بالنسبه للجازولين ماله؟ بيخرج، وانا عارف يعني هيساوي ماينس ام دوت جازولين اوت ده. تمام. الاير بقى نعمل معاه ايه؟ نأسيوم، يا اما تأسيوم الاول ان هو بيملى او ان هو بيزيد او ان انلت، يعني 3 ده انلت، وتحل طلع بالماينس، يبقى انت هو كان بيفضي وحضرتك اللي غلطت في الـ، مش غلطت يعني، كان عكس الاسامبشن بتاعك. يا اما لو طلع نفس الـ نفس الرقم او طلع بوزيتيف معاك، يبقى الاسامبشن بتاعك ايه؟ مظبوط. يبقى تعالوا ايه نأسيوم ان الاير، انا قسمت هنا ان الاير بيفضي، انا عملت اسامبشن ان الاير بيفضي. تعالى نمشي وراه ونشوف. فقلت يبقى ايه؟ ماينس ام دوت اير اوت. طيب جميل جدا، انت معاك ايه؟ معايا ام دوت ووتر ومعايا ام دوت جازولين، ونقدر دلوقتي نحسب الام دوت اير ونشوف. طلعت بالبوزيتيف يبقى انا معايا حق، وهو بيطلع فعلا او بيفضي، اير بيفضي. طلعت معايا بالنيجاتيف، يبقى انا كان الاسامبشن بتاعي مش مظبوط، واخد عكس الاسامبشن ده بنفس الرقم. تعال نعوض، يبقى انا دلوقتي قلت ايه؟ ماينس ام دوت اير بلس ام دوت واتر ماينس ام دوت جازولين يساوي زيرو. جميل. طيب هنجيب الام دوتات دي منين؟ قال لك بسيطة، انت معاك ال W dot. طيب يا سيدي عوض، نعوض يا سيدي ونال. بس انا عملت ايه؟ غلطة صغيرة كده اهو، غلطة صغيرة، ان انا اوريدي قلت volumes، المفروض دي كيو هات مش ام دوت. معلش معلش يا جماعة الجهات بقى، ربنا ما يوريكوا. فدي المفروض ايه؟ كيو هات، خد بالك، والا مش هيبقى فيه قيمه يعني للمعلومات اللي هو مديها لنا، الاس جي والبيانات بتاعت الاير اللي هو مديها دي، مديها لنا كيو هات. او بما ان احنا اتكلمنا عن الفوليوم، فانت بتتكلم عن فوليومتريك فلو ريت، يبقى انت عشان هتقول هنا ايه؟ ده برضو كيو اير زائد كيو وار ماينس كيو جاز. احنا معانا كيو هات؟ لا حضرتك معناش كيو هات، احنا معانا دبليو دوت اللي اقدر اوصلها احولها لام دوت. يعني ام دوت ووتر هتساوي كام؟ الرقم ده على 9.81، وام دوت جازولين الرقم ده على 9.81 على جي يعني، معنى اصح. طيب ف ام دوت جازولين، طب لو قسمت الام دوت على الرو بتاعه الواتر جبت الكيو،
لو قسمت الام دوت جاسولين على الرو بتاعت الواتر جبت كيو برضه. يعني الايكويشن دي لو جيت كتبتها همسح دول بقى، لو جيت كتبتها بمعلومية الحاجات اللي انا اعرفها، هي عبارة عن ماينس W دوت اللي انا اعرفها، اللي انا سوري ما اعرفهاش، بتاعت الاير اللي انا عايز احسبها، اير على رو اير جي تمام، زائد W دوت واتر على رو واتر جي ماينس W دوت جازولين على رو جازولين جي تساوي زيرو. طيب انا عايز احسب مين؟ عايز احسب ده. طير الجهات يا سيدي، طير الجهات. مع السلامة حضراتكم، شاكرين. طيب الرو واتر بكام؟ بألف. الرو واتر احنا عارفينها بألف، كيلو جرام بالكيوبيك متر. رو جازولين معايا السبيسيفيك جرافيتي اضرب في 1000، 680 كيلو جرام بالكيوبيك متر. رو اير احسبها من الايكويشن اوف ستيت عادي، الجاز ريليشن، رو اير هتساوي بي على ار تي، هي هتطلع معاك في حدود 1.2 صح مظبوط، عشان هي ايه بتبقى معروفه من مسائل الاير، طالما في الستاندرد اتموسفيريك كونديشنز 1.2 1.2 حاجه مش مشكله، كيلو جرام بير كيوبيك متر. اول يا سيدي بقى اطلع مين ال W air. لو طلع ال W air معاك بالبوزيتيف يبقى هو فعلا بيفضي، لو طلع معاك بالنيجاتيف يبقى ال W air هيطلع، يبقى ال W air بتاعك، يبقى ال air سوري انا اسف، يبقى ال air بتعبي والفضية بتاعتك بس ايه هتغير الاشارة فيها تمام. لو طلع معاك بالنيجاتيف فايه معلش تحسبوها انتوا دي بقى، وزي ما قلت لك كده شوف الساين بتاعتها وساعتها هتعرف الدايركشن. يعني انت دلوقتي هتحسب الماجنتيود ايا كان ايه الاشاره اللي هتبقى قدام الرقم اللي انت هتحسبه، طلع بالماينس يبقى عكس اللي انت فرضته، طلع بالبوزيتيف يبقى اللي انت فرضته صح تمام. كويس جدا، نلحق بقى نبص في المسائل اللي بعد كده لحسن ان يعني فعلا تعبت. مسألة 9 مسألة 9 شباب، بصراحة أنا مش شايف إنها محتاج إن إحنا نقف عندها دلوقتي، هو كل الفكرة اللي فيها لو إحنا بصينا عليها هتلاقي إنها تشانل بالشكل ده. الجديد فيها بس إن الرو عند واحد مختلفة عن الرو عند اتنين. ليه؟ قال لك اعتبر إن ده compressible steady compressible flow، ماشي جميل، مديك البريشر مديك التمبريتشر عند واحد، تحسب الرو بالايكويشن اوف ستيت زي ما اتفقنا، وافتكر ان الار بتاعت الاير بتساوي 2.87 جول بالكيلو جرام كلفن، ده اللي بتعوض فيها لما بتقول الرو بتساوي بي اوفر ار تي، التي بالكلفن البي بالباسكال تمام. كويس اوي، فانت بتعوض يا سيدي معلومات التمبريتشر والبريشر عند كل كروس سيكشن تحسب الرو، معلومات الرو تقدر تحسب مين؟ مديك ال V1 تمام؟ ومعاك ال diameters؟ اه معايا ال diameter، معايا V1 معايا ال diameter اضربه في الرو جبت ال M dot. المفروض ان القاعدة بتاعت conservation of mass M dot 1 بتساوي M dot 2، اوعى تقول Q1 بتساوي Q2 الا في حالة ال incompressible، الا في حالة ال incompressible لما رو 1 تساوي رو 2، لكن الطبيعي ان ام دوت 1 دي بقى الايه الحته الكويسه من المساله دي تساوي ام دوت 2، يعني رو 1 في 1 اي 1 تساوي رو 2 في 2 اي 2.